صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم، فمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عجبا لهذا الداح كيف يدور ويعم فيه العالمين سرور. حيث الشريف يعيش فيه بذلة والرجس من بعد الحضيض أمير. الحرير ورهطه والصمت منه نحره منحور، وبنات هند لم تزل مسرورة، وبنات فاطم دمعها منثور. لو لم يكن حقد بضغن صدورهم منهم فاح عبيره، لولا انكسار الضلع من أهل الشقاء. لولا انكسار الضلع من أهل الشقاء مكسور. تأمل في الأبيات: لو لم يقاد المرتضى بنجاده.
ما قيد السجاد خلف العليل تسير تتحمل هذا البيت لولا احتراق الدار ما احترقت له في الغادرية أربعون وستور قوموا بني فهرين ولا تتقاعدوا عن آل حرب فالحسين عفير نادت بصوت طبق الكون شجوه وقلب كأجناح الحمائم خافقي أضام ومن أهلي الإباء تعلمت أضام ومن أهلي الإباء تعلمت باحا وآبائي كرام المعارق عليكم هذا البيت أقلب طرفي أقلب طرفي لا أصواتكم ولا حمان سوى حفات الصوت من فوق عاتقي قطع الرجا ورجعي يا زينب للصلاوي قطع الرجا ورجعي يا زينب للصواوي صوت عباس ما بعود ولا بعود الحسين عباس عند المشرعة غمضت عطشان ومنا قطع شماله صوتك ويمينه والراس مفضوخ بعمد لا ترتجينا أعلى أعلى ترتجينا وجود سهم صابا سهم بالعين أويلي لا ترتجين البطل عباس الشفية حوايا الشاطل على القمي والله الشفية لا
ترتجين البطل عباس الشفية عند الشريعة جثته ظلت رمية وحسين صدره رضى بطل وجسام والأكبار على الغبرة مطار صاحب الراية صوتك قال حرجس يا مخدرة صاحب الراية حول لنحر العلقم وما شرب مايا الذكار طفل الضمايا يحاجي النفس هوني يا نفسي ولا تشربي أني زينب وشان الفخر من شاني أني زينب وشان الفخر من شاني وخلاني الدهر شلون خلاني ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لأن لازلنا في هذا اليوم العظيم يوم ولادة سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهذه المناسبة العظيمة التي يجب علينا أن نحييها حق الإحياء وأن نستفيد منها المعارف والحقائق والعلوم لذلك لهذا السبب حديثنا سيكون حول هذه الشخصية العظيمة حول محور أساسي وقاعدة رصينة في ذات علي صلوات الله عليه لونها هذا المحور لون هذا المحور كل أبعاد علي صلوات الله عليه
وأنتم تعلمون أن ذكر علي عبادة، وما ذكر علي وما ذكرت فضيلة لعلي في مجلس إلا وكانت سببا لنزول الملائكة وحف الرحمة الإلهية على الحاضرين. فالمناسبة عظيمة، والليلة ليلة الجمعة، يعني هناك أسباب كثيرة تستوجب منا أن نتحدث حول علي صلوات الله عليه. الآية الكريمة التي بدأنا بها الحديث تطرح لنا معادلة، معادلة تتضمن بيع وشراء. ومن الناس من يشري، يعني من يبيع، يشري بمعنى من يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حتى نتعرف على هذه المعادلة ونتعرف على عمقها، تعالوا معنا إلى رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يبين فيها معادلة أخرى من خلال هذه المعادلة الثانية، نتعرف على عظمة المعادلة الأولى. أيضا هي معادلة أيضا فيها بيع وشراء وفيها ثمن ومثمن. تعلمون أنه ليس، لا يكون هناك بيع إلا بثمن، لا يكون هناك بيع وشراء إلا هناك ثمن ومثمن. الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، تأملوا في الرواية جيدا. الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. ملتفتين؟ هذه الرواية فيها معادلة بيع وشراء. أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. من هو البائع؟ الإنسان. من هو المشتري؟ هو الله. ما هو، من هو المبيع؟ ما هو؟ البدن. البدن. وما هو الثمن؟ الجنة. واضح؟ إذا عرفنا هذه الرواية، يقول أحد العلماء أهل التحقيق أن هذه الآية تتحدث لنا عن بيع للأبدان وثمنها الجنة. الأبدان، ها، الأبدان بيعها تبيعها على الله ثمنها الجنة. إذن ما هي الأرواح والنفوس المجردة عندما نبيعها على الله؟ ما هو ثمنها؟ تعرفون أن الأبدان على عظمتها لكنها لا تصل في القيمة إلى الروح، لأن قيمة الإنسان وين؟ بروحه. الآن إذا باع الإنسان بدنه وجسده على الله في الطاعات والقربات وجعلها لله تبارك وتعالى ثمنها الجنة، يعني باع هذا البدن جعله لله في سبيل الله، جعله قربانا للدين، قربانا لأجل الحق، قربانا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل درء المفاسد عن الدنيا. هذه ثمنها وين؟ ثمنها الجنة. النفس والروح المجردة عندما تباع أين هو ثمنها؟ مو الجنة. الآن البدن الجنة، ملتفتين؟ أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعها بغيرها. إذن الروح وين؟ الآية تتحدث عن هذه المعادلة، بيع النفوس والأرواح. الآية الكريمة تتحدث عنها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله ولقاء الله، تعلمونها لقاء مريم، أو عفوا آسية، لما أن طلبت البيت، وين طلبته؟ عندك، مو في الجنة أي مكان، لا عندك، يعني هناك خصوصية. واضح بعد؟ واضح.
انت لا عندما مثلا تحصل على دعوة من شخصية كبيرة في المجتمع، مرة تجلس مع العموم مع عموم الناس في الضيافة، هذه درجة بعد حصلت على ضيافة الأولى في النتيجة حصل على ضيافة، ومرة لا تجلس معه على المائدة، تشبيه يعني تقريب المعنى، تجلس معه في المائدة، أيهما أقرب؟ أيهما الحظوة؟ واضح الدرجة الثانية أحظى، واضح المعنى، الدرجة الثانية فيها قرب، فيها حظوة، فيها زلفة عند الله. إذن بيع الأبدان ثمنها الجنة، وأما بيع الأرواح والنفوس المجردة فثمنها الله ولقاء الله ورضوان الله. وهذا أعظم، أعظم من أن تكون في الجنة. أنا حتى أبين لك معنى أكثر في الرواية، وإن كان هذا حديث مستقل. أساساً درجات الجنة لا أحد يستانس بها، لأن الجنة لها درجات. من كان في الدرجة الأولى إذا ما حصل على حظ من الله وأهل البيت فارتقى درجة كأنما خرج من العذاب إلى الجنة وهو في الجنة. واضح إن شاء الله المعنى. إذن النعيم والجنة وما فيها لا يمكن أن يؤخذ على طبقة واحدة وعلى درجة واحدة. إذن الآية الكريمة تتحدث لنا عن بيع وعن شراء وثمن ومثمن. بيع الأبدان لا تبيعوها بغير الجنة، والنفوس لا تبيعوها بغير الله ورضوانه. قد يقول قائل ما معنى بيع النفوس وما معنى بيع الأبدان؟ أما بيع الأبدان فأن تجعل هذه الأبدان مسخرة في طاعة الله، وين ما في عبادة، وين ما في 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 فيها قربات، وين ما نجد فيه من الخير وما يقربنا من الله نجعله لله تبارك وتعالى. يعني هذا البدن نجعله وقف على الله تبارك وتعالى في قرباته وطاعاته. وأما بيع النفوس، أما بيع النفوس والأرواح فأن نجعل المحور الذي به يتحرك الإنسان ويسكن ويقوم ويقعد في خطرات، في خواطره، في سكناته، في حديثه النفسي، في كل متعلقاته والله. ملتفتين معي لو لا؟ يعني مرة الإنسان يبيع نفسه لكن عندها وشنه مخالف أمر الله، مو كله ممكن، ممكن أخو بالنفس. قد يقول إنسان مطيع لله تبارك وتعالى، ممتثل لأمره، يصلي يصوم، لكن بعد عنده خواطر وعنده حديث نفساني مخالف لأمر الله، ملتفت لو لا؟ لا، عندما يصل الإنسان إلى أن يجعل الخواطر ويجعل النيات ويجعل حديث النفس ويجعل كل متعلقاته هو على أساس محور الله، فهذا بيع للنفوس والأرواح. حتى لا نطيل أكثر، حتى نأتي الآن إلى صميم البحث في علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ما باع بدنه على الله فقط، لا، ما جعل فقط هذا البدن وقف على أمر الله تبارك وتعالى في حروبه، في غزوات رسول الله، في صلوات، لا، وإنما جعل خواطره، جعل محوره الذي تدور عليه حياته ومن هو الله تبارك وتعالى. وهذا معنى عميق، من خلال هذا المحور نتعرف على الكثير من التساؤلات والإشكاليات التي طرحت في شخصية علي عليه السلام. كن على يقين، الحديث عن علي بن أبي طالب من موارد الرحمة للإنسان في الدنيا والآخرة. كن على يقين هذا المعنى. لا أحد يقول يعني شنو مناسبة تحدث عن علي بن أبي طالب؟ لا، أتم المناسبة في الحديث عن علي بن أبي طالب. هناك من الناس، من الباحثين، من أشكل في سيرة علي صلوات الله عليه في بعدها السياسي، في بعدها الاجتماعي،
في سيرة علي عليه السلام العبادية. هذه الإشكاليات إنما هي وليدة لغياب هذا المعنى ولغياب هذا الأصل الأصيل في شخصية علي عليه السلام. التفت لها جيد المعنى، التفت. عندما نأتي مثلا لبعض الإشكاليات في حياة علي السياسية، البعض يقول لماذا علي صلوات الله عليه لم يقبل بمن عرض عليه أن يسير بسيرة الله بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، لماذا لم يقبل؟ بعض من يشكل يقول المفروض كان يقبل ويمشي الموضوع حتى يحصل على شنو؟ يحصل على الحكومة والولاية الظاهرية السياسية. إشكال ثاني يقول لماذا علي عليه السلام لم يعتمد مبدأ التخلص من أعدائه وخصومه بنحو تدريجي شوي شوي؟ ليش هالدفعية؟ ليش هالحالة المباشرة في إقصاء الخصوم والمناوئين له؟ حتى قال أنه ما ترك لي الحق من صديق. ما يتحمل بعض الناس اللي عندهم سياسة هذا حتى يعرف أن هذا إنسان باطل وإنسان منحرف، يقول لك لا السياسة هي هو الحصول على الممكن وغيرها، ونقدم مقدمات ونحصل على نتائج وخيارات مفتوحة. ليش علي بن أبي طالب ما اعتمد على هذا؟ ليش ما اعتمد على أنه ممكن ويلا وشوي شوي حتى نتخلص من المناوئين والخصوم حتى تستب الأمور، فتن وحروب، معاوية من جهة من الشام وغير معاوية من حارب علي عليه السلام؟ هذا إشكال وين؟ على المستوى السياسي. إشكال آخر على المستوى العبادي في حياة علي صلوات الله عليه. المشكل يقول مرة تقولون أن من فضائل علي عليه السلام التي شهد بها العدو قبل الصديق أنه أصيب في حرب من حروبه بسهم، وقصة معروفة، فأراد أولاده عليه السلام أن ينتزعوه، أن يشلعوا هذا السهم منه، فما تمكنوا، يؤذيه يؤلمه، ما يتحمل علي بن أبي طالب، فأخروه إلى أن دخل في صلاته. فلما أن دخل في صلاته انقطع إلى الله عن الدنيا، فتمكن أولاده من قلع السهم. مو معروفة القصة؟ وحنعدها من فضائل علي بن أبي طالب لو لا؟ انقطاع تام إلى أن يقلع السهم منه ما يشعب. شنو هذا؟ هذا من جهة المشكل يقول ومرة تقولون أن علي كان يصلي وكان في ركوعه مر عليه فقير فشعر بوجوده فمد له يده وأعطاه خاتمة حتى أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لولا الآن من هو علي بن أبي طالب؟ ملتفتين الإشكال وين؟ الآن من هو علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب الذي لم يشعر ولم يحس بالسهم لانقطاعه إلى الله وانقطاعه عن الدنيا، أو علي بن أبي طالب هو الذي شعر بالفقير وأعطاه وكل واحد عنده فضيلة؟ لولا احنا ما عندنا نقاش ان كل واحدة منها فضيلة لعلي بن ابي طالب. نقول الجواب في هذا بنحو الاختصار، الجواب لهذه الاشكاليات على المستوى السياسي، لماذا لم يأخذ بمنهج الشيخين؟ لماذا لم يعتمد مبدأ التصفية التدريجية لخصومه؟ وكذلك لماذا أو كيف نفهم الموقفين من علي بن أبي طالب؟ أن الأساس الذي ينطلق منه علي بن أبي طالب هو محور الله، هو محور الله. لو كان علي بن أبي طالب يريد الحكم بأي سبب كان بأي طريقة كانت، وما معاوية بأذهب، وين معاوية؟ لا معاوية ولا ألف من معاوية. ملتفت لو لا؟ وهناك بعض التحقيقات عند العلماء يقولون أن أهل البيت عليهم السلام عندهم من القدرة مو بالإعجاز
وإنما من الأمور الطبيعية أن يحقق النصر الإلهي على أعدائهم، ولكن لم يؤذن لهم ذلك، لا معاوية ولا غير معاوية. إذن المحور الذي كان عليه علي بن أبي طالب هو الله وما معاوية بأدهى مني، هذا واضح؟ يعني ما كانت القضية أنه يحافظ على الكرسي، يطوطب على هذا ويقرب ذاك ووعد هذا، لا، القضية أنه محور الله. ماذا يستوجب منه هذا المحور؟ هذا على مستوى السياسة. أما على مستوى العبادة فإن محور الله يقضي من علي عليه السلام هو الانقطاع التام إلى الله، ولا يرى لأحد وجود، ولا يلتفت إلى مشاغل الدنيا. ملتفت له لا؟ إذا ماذا تقول في التفاته إلى الفقير؟ إن يقول لك التفاته إلى الفقير ليس أمرا دنيويا، وإنما هي عبادة وانقطاع لله بعبادة أخرى. أنت وين تحصل هذا عند واحد إنه عنده حالة من الانقطاع التام إلى أن يضم إلى عبادة عبادة أخرى؟ مو تفكير في تأمل. لو أن علي بن أبي طالب في صلاته شعر بالسهم لقال قائل أنه ماذا يشعر بالأمور الدنيوية، عدل؟ لكن لأن علي بن أبي طالب شعر في صلاته بالفقير، أعان الفقير، فهي عبادة لله، التفات لما يقربه لله تبارك وتعالى. أعطيك يا من الآخر رواية لطيفة جدا في كتاب ابن شهر آشوب، هذا كتاب عظيم جدا في فضائل علي بن أبي طالب، رواية تبين لنا فلسفة وبيان هذا المحور، محور الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. عبادة علي انقطاع عن الدنيا إلى الله حتى في تصدقه بالخاتم. كيف نفهم هذا المعنى خلال هذه الرواية؟ الرواية عن ابن عباس يقول أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد الورقة جيبها إلى رسول الله. التفت للرواية جيدا، ها. أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان عظيمتان سمينتان. التفتين لها الرواية، ناقتان عظيمتان سمينتان. فقال النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه من فيكم من يصلي ركعتين من قيام وقعود ووضوء بكل يعني تمام وبأفضل صورتها، ولا يهتم بالدنيا ولا يحدث نفسه بها؟ يعني عبارة أخرى يصلي ركعتين بخشوع تام وانقطاع عن الدنيا. يلا امتحان ليكم، من منا يصلي ركعتين بهالخصوصية؟ فما أحد أجاب النبي. قالها مرة ثانية، من يصلي ركعتين بقيام ركوع تشهد تسليم وضوء، حالة روحانية خاصة، ما أحد قام. مرة ثالثة ما أحد قام. في المرة الرابعة منو لها؟ يا علي. ما يحتاج، علي بن أبي طالب قال أنا لها يا علي، أنا لها يا رسول الله. شوف رواية عجيبة، قال له يا علي قم وصلي صلى الله عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. قم صلى الله عليك، قم صلي. وعلي بن أبي طالب وصلاته
توضأ وكبر وأقام وكبر وقرأ وركع وسجد إلى أن انتهى من صلاته. لما انتهى من صلاته نزل جبرائيل قال يا رسول الله إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك اعط عليا إحدى الناقتين. يعني شنو معناها؟ شنو معنى هذا الكلام؟ يعني أن عليا أتم الشرط، إن الله يقول لك إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول اعط عليا إحدى الناقتين، يعني علي أتم الشرط، صلى ركعتين تامتين من دون ماذا؟ انشغال بالدنيا. التفت للرواية، ها فيها شوية التفات عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ولكني شارطته أن يصلي ركعتين ولا يحدث نفسه بالدنيا وشؤونها. قال إنزين وعليه، يعني يقول ولكنه في تسليمه حدث نفسه أي الناقتين يأخذ. هم ثمينتين. علي بن أبي طالب حدث نفسه يأخذ شنو؟ الأثمن. قال إني شارطته أن لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وقد حدث نفسه. يعني شنو؟ كأن علي بن أبي طالب ما أتم الشرط. لا، فقال جبرائيل إن العلي الأعلى يقول ما حدث علي نفسه بالناقة إلا ليأخذ أسمنها ليتصدق بها في وجه الله أو لوجه الله. صل على محمد وآل محمد. وما بيأخذ حتى يعطيها أولاده، يشوف أيه أسمن حتى يبيعها ويأخذ فلوسه، لا، وإنما أراد أن يأخذ أسمنها. لماذا؟ حتى يأخذ منها ويضم إلى هذه العبادة شنو؟ عبادة أخرى يتصدق بها لوجه الله. تقول الرواية فأعطاه رسول الله الناقتين فأخذهما ونحرهما وتصدق بهما. هذا أنا وأنت إذا يخيرونا بهذا نخلي فيها شنو؟ شوائب الدنيا، ناخذها ونبيع نصها ونخلي لها النصها. لا، يقول لك علي بن أبي طالب فكر في أسمنها ليش؟ حتى يتصدق بها لوجه الله. هذا علي صلوات الله عليه، هذا هو محور الله في وجود علي عليه السلام. ونحن كأتباع علي صلوات الله عليه، وإنكم شنو يقول علي بن أبي طالب؟ لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد. وهذه مجالس أهل البيت، وهذه ذكرى أهل البيت، هي المولد الطبيعي لأن نجسد أخلاقهم ونتحلى بفضائل قيمهم. وإلا الإنسان يضحي ويجعل نفسه رخيصة ليش؟ كل هذا قدوة بأهل البيت، شبابنا والشيوخ والكبار والنساء والأطفال، كل هذا عندهم قدوة وأسوة بأهل البيت في تضحيتهم، لذلك لا يبالون. ومن جعل عليا صلوات الله عليه منهجه فليجعل محور الله هو الأساس في وجوده وشخصيته. هذا هو علي بن أبي طالب. شوف البينات الواضحات في علي هي التي جعلت من أعدائه يزدادون حقدا عليه. لا،
ترى هذا معروفة ها، يعني هذا على المستوى المعرفي والمستوى النفسي نختم بالحديث، والمستوى الأخلاقي، وحتى في روايات أهل البيت، الإنسان الحقود، الإنسان قاسي القلب، الإنسان المتمرد، لا تزيده المواعظ ولا تزيده البينات ولا تزيده البراهين إلا تعنتا. واضح ها؟ كل ما تعطيه إشعاعات، كل ما تعطيه أدلة، كل ما تبين له أكثر، كل ما يزداد عناد وتمرد. بعد هالآيات الواضحات، هالبينات الباهرات، العلائم والدلائل، يزدادون فيها حقدا وتصديقا. وهذا هو حال بني أمية وحال أتباع بني أمية. أتباع بني أمية كل ما تقدم لهم الدليل بعد الدليل يزدادون تعنت. ولا أنت انظر تأملها، وهذه أنت تحتاج تأمل منك، كم من آية وكم من معجزة ظهرت للحسين في كربلاء بعد موته وقبل موته، وكان عمر بن سعد يقول اخفوها. ليش اخفوها؟ لأن من شأنها إذا واحد يقف عليها منصف شنو؟ تحوله تحوله. لكن هم ما يرتعون، ما يرعون، ولا يرجعون إلى ما هم عنه من ضلاله. لذلك ارجع وانظر إلى ما فعلوه في كربلاء، انظر إلى المصائب التي وقعت منهم في أهل البيت، مصائب عظيمة. وأنت تقرأ في الزيارة العجيب في زيارة الحسين أن ما من عضو من أعضاء الحسين إلا ويزار، وتزوره بالمصيبة التي وقعت عليه. لو لا موجود ها، كل عضو من أعضاء الحسين يزار، ومن أعضاء ومن الأعضاء التي يزورها الزائر رأس الحسين. مرة تقول السلام على الرأس المرفوع، ومرة تقول السلام على الرأس المقروع. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. أبين لك المصيبة التي تقرح القلوب. وليلة جمعة لما أن جعلوا رأس الحسين على ذروة الرمح، رأس العباس على ذروة الرمح، الرواية تقول تقاسم القوم الرؤوس، كل زعيم قبيلة أخذ رأس. يقول أدخل به هدية وطلبا للجائزة على عبيد الله بن زياد وعلى يزيد. لما أن تقاسم الرؤوس بقى زعيم قبيلة ما عند رأس، جاء إلى عمر بن سعد، مصور لو لا، جاءوا إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد هذا رئيس قبيلة ما عند رأس، فكيف يدخل على عبيد الله بن زياد؟ قال لقد تأخرتم في قسمة الرؤوس. قالوا يا ابن سعد ماذا تقول لو قطعنا رأس الرضيع؟ قال هذا شأنكم، لكن يا ابن سعد لا نرى جسده بين الأجساد، نحن قتلنا للحسين وذبحنا للحسين طفلا ولا نرى جسده بين الأجساد.
قال قائلهم: لقد رأيت الحسين قد دفنه وراء خيمة. كيف نعرف الجسد وهذه الأرض والخيام محروقة؟ قال: اختبروا الأرض بالرماح. متصور لو لا؟ يعني أخذوا الرماح واضربوا بها الأرض. صاروا يضربون بها الأرض إلى أن نشب سحم في جسد الرضيع. وأخرجوه وقطعوا رأسه ورموا بجسده على صدر الحسين. وعلوا رأسه على ذروة الرمح. هذا شأن رأس الحسين. أسألكم: ما هو شأن جسد الحسين الملقى على بوغاء كربلاء؟ ما وصلت إليه زينب إلا وهو مكبوب على حر وجهه. مسلوب اللباس وهي تنادي: أين أنت يا رجانا؟ أين أنت يا حمانا؟ وإذا بالصوت من منحر الحسين: إلي إلي يا زينب. هذا حال زينب وهي ترى الأسد مطرحة على بوغاء كربلاء، الخيام محروقة. ساعد الله قلبها وهي ترى العيال مدهوشة، تنادي على الحسين بلسان الحال: الخيام يا حسين محروقة، وانا هود علي الليل وجسمه وراسك راح للكوفة وجسمك رضضت الخيل. رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت، وكم مرت علي ليال ومن العين ما نامت، وانا النوم والقعدة وهاي اطفالنا هامة. سطر شي فرت من الدهشة وشي ظلت تصيح حلوة. نصف الليل يا ابن امي ولم طفلة فقدناها، اثاري فرت بدحشة تنوح ومحد وياها. وحد طلعت ادورها وادور وين ملفاها، شفتها وياك ممتدة وعلى خدها الدموع يسيل. جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني: قوم دور وياي شوفي وين راحة وطفليني. طلعنا نفتش الوادي ولا شوف الدروب، عيني ولن وجوح مليت لوح تقول نجم سهل. شحجي لك يا نور العين دهر الشوم ما زاني، وحظم الماجرة ولا صار في المخلوق رواني. شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضني، الكبير على الأخ حاني يضم
هم عن وحوش الله للخيمة المحروقة جبتهم يا عدي الروح صوتا للخيمة المحروقة جبتهم يا حسين حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله أسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسهيل الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته اللهم شافي كل مريض خصوصا من دعونا له من بسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلا زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين وانتقم لنا ممن ظلمنا وعاذانا يا رب العالمين من اجتمعنا لأجله وسببه السيد الشهيد السعيد عبد العزيز موسى العبار إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد